خبر تاني بس برضو عن الفنون القتالية، وهو خبر شوية غريب لاستهل الروسي تيمور فاليف مشواره في اتحاد اليو اف سي للفنون القتالية المختلطة هنا بخسارة. أول ماتش كده خسر أمام الأمريكي ترافين جونز في النزال اللي جمعهم. سيطر فاليف على مجريات الجولة الأولى، ولكن المقاتل الأمريكي تمكن من قلب هنا موازين القوة لصالحه والفوز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال اللي أقيم في مدينة لاس فيغاس ولاية نيفادا الأمريكية. خلينا نروح نتابع ونرجع نعلق. لا، الوحش ان هو اول مره يشارك وخسر هذه الخساره في اول ماتش ليه. بس هو الام ام اي كده يعني، او اللي هي رياضه الفنون القتاليه المختلطه، هي رياضه عامله كده. وهي على فكره بقول لك على حاجه، ترجع لزمن الاغريق، انت متخيل؟ اللي هي فكره الدفاع عن النفس، اللي هي رياضات مختلفه بتجمع بين التايكوندو والجودو والكاراتيه، حاجه كده ميكس بينهم كلهم. وهي رياضه مفروض مالها ان هي دفاع عن النفس، وراجعه لزمان جدا وتم تطويرها تحديدا اليو اف سي سنه 93 لما دخلت. هي شركه منظمه للام ام اي، يعني يو اف سي دي مش هي الرياضه، مش اسم الرياضه. ام ام اي هي اسم الرياضه. كانت سنه 93 اتشكلت اليو اف سي، وهي بقى المسؤوله عن الام ام اي. يعني بطولات كتيره جدا وموجوده يمكن في 149 دوله ومنطقه حول العالم، وليها جماهيريه كبيره جدا. ما اعرفش انت بتتابعها ولا لا، بس انا اوقات كده انا بنهج لما بتفرج على المباريات اللي بنموها ده. وعموما تاكيدا لكلام نهواند، فكره ان السيدات عموما اقتحموا كل المجالات الرياضيه بما فيها الرياضات اللي هي فعلا مش العادي مش الطبيعي ان احنا نشوف فيها فتيات، ومش بس يعني مجرد بيمارسوا الرياضه دي، ده كمان متفوقات فيها وبيحققوا مراكز وبيحصلوا على ميداليات وبيشاركوا في بطولات عالميه. خبرنا اللي جاي برضه ليه علاقه برياضه الفنون القتاليه، ولكن هذه المره ايضا للسيدات. تعرضت المقاتله الكازاخيه ماريا اجابوفا لهزيمه مؤثره على يد المنافسه الامريكيه شانا دوبسون في النزال اللي جمعهم ضمن دوره الفنون القتاليه المختلطه، واسقطت شانا دوبسون منافستها على ارضيه الحلبه في الجوله الثانيه، وانهالت عليها بوابل من الضربات قبل ما يتدخل الحكم ويامر بوقف النزال، معلنا فوز المقاتله الامريكيه بالضربه الفنيه القاضيه. اتنقلت المقاتله الكازاخيه للمستشفى بعد النزال، ومنيت ماريا اجابوفا اللي عمرها 23 سنه بأول هزيمة ليها في بطولات الفنون أو يو اف سي، اتحاد الرياضات القتالية المختلطة، ولكنها الثانية في مسيرتها الاحترافية حتى الآن مقابل 9 انتصارات. بينما حققت شانا دوبسون اللي بتبلغ من العمر 31 سنة انتصارها الرابع حتى الآن في مسيرتها الاحترافية مقابل 4 هزائم هي كمان. تعالوا نشوف الفيديو ده. مش عصب اي ست يا جماعه، يا ساتر يا رب، ما نعرفش منين. يس، انا كنت فاكر الموضوع عند البنوتات بيقف عند الجمباز الايقاعي، الباليه المائي، لكن ده الموضوع صعب. احنا قلنا بقى المراه تستطيع ان تنجح في اي مجال. صحيح. حتى ولو غير متوقع.